في غفلة من الحرب تسللت السعادة إلى قلوب الأوكرانيين الذين نزحوا إلى واحدة من أكبر محطات مترو الأنفاق في خاركيف بسبب 3 من عازفي الكمان وعازف تشيلو وعازف كونتراباس. الفكرة هي أن أكون مفيدا لشعبي وبلدي ومدينة خاركيف، والرسالة هي أننا أقوياء لا نخاف، ويمكننا أن نقدم المساعدة كل بطريقته الخاصة. سيرجي بوليتشي مدير مهرجان خاركيف الموسيقي تحدث عن القلوب العامرة في الأوقات الصعبة، والموسيقيون تحت الأرض عزفوا النشيد الوطني الأوكراني فرقصت الدموع بحرقة على الوجنات، والألحان الفولكلورية أحيت الأمل. هذه الأنشطة شعاع من الضوء يساعدنا على الثقة والإيجابية والتأكد من أن كل شيء سينتهي قريبا ويكون على ما يرام. رغم صوت الحرب لم تتوقف الموسيقى، ومنظمة الحفل هامت في عالم روحاني. هذه الحفلة الموسيقية مثل شعاع نور في مملكة الحرب المظلمة. من الجيد أن تستمر الحياة، والموسيقى والفن هما الحياة، أشعة تساعد الروح على البقاء. أولينا استمعت للموسيقى وهي تحضر الطعام لعائلتها من مسكنها الجديد في عربة مترو منذ أن دمر القصف منزلها في خاركيف. في أوكرانيا وخاصة مدينة خاركيف نحن مثل النحل، عمال مجتهدون نحب العمل ولا نفهم الغرض من هذه الحرب. ما الشر الذي اقترفناه لقتلنا وقتل أطفالنا؟ هدنة سلام وموسيقى لن توقف القصف، لكنها تشحن الأمل والرجاء بانتهاء وشيكا للحرب.